يعني النهارده يوم استثنائي على كل الاصعده الحقيقه. وبالمناسبه لما بنقول لحضراتكم ان الرياضه هي شريان الحياه وبتطلع ابطال في كل المجالات، ده مش مجرد كلام. احنا بالفعل في المجال الرياضي وتحديدا في دنيا كره القدم شفنا قبل كده عشرات النجوم اللي كانوا ضباط وشاركوا في انتصارات اكتوبر. على سبيل المثال فقط وليس الحصر، من الاسماء اللي شاركت كباتن كبار زي كابتن محمود الجوهري، كابتن حماده امام، كابتن محمود بكر، كابتن سمير زاهر، علي حفظي، عبد العزيز قبيل، وطبعا يعني الاسماء دي الى جانب ضيوفنا النهارده كابتن فكري صالح وسياده اللواء سعيد بهلول. كل دول يا حضرات وغيرهم كتير اسماء كبيره كلهم شاركوا كضباط استطلاع، ضباط صاعقه، ضباط اشاره، رتب كبيره في الجيش المصري، وضباط نالوا شرف تحرير ارض سيناء الغاليه علينا. طبعا شيء مشرف فعلا انك تكون صاحب انجازات لبلدك في مجال عملك وكمان في الرياضه، يعني النجاح دايما بيجيب نجاح وبيجيب انتصارات، والاصرار والعزيمه هم كمان بدورهم بيجيبوا نجاح وبيجيبوا انتصارات.